مصطفى مصطفى يلا امي لكنا جايين خلصنا مصطفى نعم تعرف شو عم فكر إلي فترة انت ما جبت لي ولا هدية صار لك زمان الصراحة في شغلة ببالي اوه آسيه انت قلي لي شو المطلوب وانا بجيب سادة مبرومة وعصمان لي شو ميزان طيب ميزان شو ما فهمت عليك ميزان عادي مصطفى يا مصطفى امي يلا رح نجي حبيبتي يا عمري لك يا اميرتي قولي لي انت ليش شاغله بالك بالوزن الزايد هالقد يعني وتسمني شو المشكله مزبوط وزنك زاد بس بعد الولاده رح تخسري كل هالوزن ما تشغلي بالك بهالقصص مو مستاهل الموضوع ما بتتذكري ببلم كيف وزنك كان زايد وسمنتي كتير؟ اسمعي، انتي بتتذكري بال2011 كيف كانت ولادتك قريبة وانتي ما بدك تتركيني بنوب مشان هيك ضليت قاعد قدام التلفزيون عم بتسلى؟ ولا نسيتي قولي وهي الشوطة ضربها براسه يا سلام برافو دخل جول بس انا ما شفت شي بتتذكري ولا لا؟ المهم انه ربحنا بالاخير شو خبصت؟ يمكن ما كان لازم احكي هالحكي مستحيل انسى هالحكي مصطفى رح سجل لك ياها انا لسه مصره وبدي ميزان لك يا مرا شو مشكلتك انتي فهميني شو القصه بدي ميزان تبع الدكان يا ربي استغفر الله صدقيني انا ما سمعت بوحام مثل هذا ابدا لك ما عم بتوحم على ميزان مصطفى نحن عملنا مشروع تجاري اليوم على مهلك مشروع تجاري هال وشو هذا المشروع نفس للاطعمه نفس للاطعمه كيك براك يبرا وكمان في عنا اكلات كتير لك مصطفى امي هدي شوي حينخرب بيتي اسيه روقي مشان الله وحده وحده ورجعي عيدي لي لانه ما فهمت شو قلتي ركز شوي مصطفى ما شاء الله ما شاء الله من الصبح للمساء اشتغلتوا لحالكم كل هالشغل هاد لك حتى هلا وانا فايت لقيت موتور واستغربت شو جابوا لعنا هاد ايه الله يقويكم يا صبايا ويرزقكم بالشغل الجديد تسلم بابا عثمان بفضل دعائك كل هالشي انا بدعي لكم دائما الله يوفقكم ويحميكم بس المهم ما تهملي قصة الدراسة بنوب ما تخافي اختي اسماء عطول الدراسة ببالي اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس